le 2 août في الثاني من 2015 شهر آب أغسطس 2015 الأسرة الدولية الأمم المتحدة وافقت على أهداف التنمية المستدامة. هل كانت هذه لحظة تكنوقراطية إضافية أو انطلاقة جديدة للإنسانية جمعاء للعمل على تحسين أوضاعها؟ أنا مقتنعة بأن هذه انطلاقة جديدة. لماذا؟ في قمة جوهانسبورغ في عام 2002 الفاعلون من الأمم المتحدة أي كل دول العالم اعتمدت ما يسمى بالـ OMD أي أهداف الألفية من أجل التنمية وتوفرت حينها توفر مسار يتعلق بالتنمية وهذا كان بمثابة تراجع. لماذا؟ إذ أنه عندما قامت قمة برونسلاند أي قبل قمة ريو عام 1992 الفاعلون آنذاك جمعوا ما بين البيئة والتنمية وسمي ذلك تنمية المستدامة. لكن للأسف في جوهانسبورغ تم الفصل ما بين البيئة مع اتفاقيات حول التنوع البيولوجي حول المناخ حول التصحر ومن ناحية ثانية التنمية أهداف الألفية للتنمية. هذا كان بمثابة تراجع نظري ولكن من الناحية العملية أدى ذلك إلى عواقب مهمة ولا سيما قمة كوبنهاغن التي كانت فشلا ذريعا إذ أن حكومات كثيرة اعترضت إذ أن البلدان النامية البلدان الفقيرة قالت للبلدان التي أرادت أن تحل الاستقرار في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سألت كيف يمكننا أن نضمن نمونا أنتم قمتم بتلويث الكوكب والآن تريدون أن ندفع معكم ثمن ما قمتم أنتم به لتطوير حضارتكم في حين أننا نعاني من أجل القضاء على الفقر. فهمت الأسرة الدولية هذه الرسالة وخلال القمة التي اتخذت قرار آي عام 2013 هذه القمة التي أصدرت et nous avons donc les objectifs de هذه الأهداف الجديدة تجعلني أقول بأن هذا ليس بعمل تكنوقراطي. يتم الكلام عن الفاعل من غير الدول. لماذا على الجميع أن يعمل معا؟ في الوقت الحاضر هذا يعني بأن 7.5 مليارات المليار من البشر يجب أن يعملوا معا. كل هؤلاء لا يمثلون فقط دول الأمم المتحدة. الأمم المتحدة مكونة من الدول وضمن الدول هنالك المجتمعات المحلية هنالك المنظمات غير الحكومية الكنائس النقابات وكل أنواع المواطنين. واليوم مع الثورة الرقمية يتبادل المواطنون الأرار عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول مواضيع البيئة والكل يسعى وراء هذه أهداف التنمية المستدامة. إذن الهدف المشترك هو التنمية المستدامة من أجل تنمية الإنسانية على أفضل وجه أي توفير السعادة لهذه الإنسانية
والنمو. السعادة والنمو هذان أمران مهمان للغاية بنظري، إذ أن النمو ليس من ناحية، لا يقيم من ناحية الكم وإنما من ناحية النوعية أيضا. ما هي هذه الأهداف؟ هي تتعلق بالبيئة والمجتمع. القضاء على الفقر هي أم هذه الأهداف. هنالك أهداف حول المحيطات، حماية المحيطات، هنالك أهداف حول الحفاظ على مناخنا، هنالك السلام والعدالة، هنالك هدف حماية التنوع البيولوجي، هنالك 16 هدفا، وهدف 17 سأكلمكم عنه فيما بعد، وهو الذي يوحد البشر ويجعل منهم أسرة إنسانية. هناك مؤشرات ترافق هذه الأهداف، وهذا يعني بأن أهداف التنمية المستدامة هي نفسها للجميع، وكل بلد وكل مجتمع محلي عليه أن يقيس التقدم المحرز. إن معاهد الإحصاءات الدولية ومعاهد الإحصاء الوطنية تقوم بقياس هذا التقدم، واليوم لدينا 234 مؤشر تسمح لنا بأن نمضي قدمنا. التقدم معا هو نتيجة الفصل ما بين البيئة والمناخ. فيما مضى في الثمانينات وحتى من قبل بعد إزالة الاستعمار كانت هنالك دول نامية ودول غنية ولم تكن محتاجة لقياس تقدمها الاقتصادي. كان يتم قياس ثراء هذه الدول من خلال إجمالي الناتج الداخلي، وإنما فيما بعد ظهرت مؤشرات حول قياس السعادة، الرفاهية، العيش الهني. أما الآن هذه الأهداف مشتركة ما بين كل الدول، وهذه الأهداف تولد المساواة. ما الذي تولده هذه الأهداف؟ إذا ما قارنا مؤشراته بإجمالي الناتج القومي وغيره، ما تولد هذه الأهداف هو الملك المشترك، أي الموارد التي يجب أن تستمر لكي تتمكن الإنسانية من الاستمرار في العيش، ويجب أن تتمكن الإنسانية جمعاء من إدارة هذا المورد الذي هو ملك مشترك. وهذه الكلمة تلفظ وتسمع في المحافل الدولية منذ 30 سنة، ولكن لم تترجم إلى الواقع قبل أهداف التنمية المستدامة. هذه الأهداف تجسد ضمان الملك المشترك. هنالك هدف من بين أهداف التنمية المستدامة يجسد هذا الملك المشترك، وهو الآخر. هنالك 16 هدفا مختصا، والهدف 17 هو هدف الشراكة في جوهانسبورغ وفيما بعد في ريو خلال الاحتفال بذكرى 20 لقمة ريو. تم الموافقة على الشراكة من أجل التنمية المستدامة، وهذا ما يتمثل بالهدف 17، أي الشركات. وهذا مهم للغاية، وهذا أمر تتمسك به الأمم المتحدة إلى أقصى حد. يجب ألا نمزج بين الملك العام والملك الخاص، إذ أن المبادرات الخاصة يمكن أن تساعد في حماية
الملك العام. إذن لدينا الشركات، لدينا المجتمعات المحلية ويزداد نفوذها. فمثلا عندما تنسحب دولة مثل الولايات المتحدة تنسحب أو تريد أن تنسحب من اتفاقية باريس، فإن المجتمعات المحلية أي كل الولايات الأمريكية تتحرك. إذن هي فاعلة. منظمات غير الحكومية هي فاعل أيضا، وهي التي توجه هذه المنظمات، هي التي توجه التنمية المستدامة. الكنائس تتمتع بأهمية قصوى لا سيما في أمريكا اللاتينية، وتعطي رؤية طويلة الأمد. وهنالك النقابات التي تركز على الركيزة الاجتماعية للتنمية المستدامة، وهم نشيطون للغاية على المستوى الاجتماعي في السعي لتطبيق أهداف التنمية المستدامة. نحن في لجنة 21 نحن ورشة صغيرة تعنى تتناول التنمية المستدامة مع كل هؤلاء الفاعلين. وأنا قلت دائما بأن أهداف التنمية المستدامة هي المرحلة المنورة لهذه التنمية، وهنالك المرحلة القاتمة المظلمة التي تتمثل بالكوارث والأزمات المالية. وهذه المرحلة المنورة هي المرحلة التي يسعى من خلالها الفاعلون من أجل تحسين الإنسانية التي نحن جزءا منها. إن التنمية المستدامة هي تنمية إنسانية.